لكم تحياتنا لكم ومكملين معاكم الآن مع فقرة كراسي. كراسي ومعنا ضيف فقرة كراسي فنان مبدع وصوته أنا بحبه كثير وهو فلسطين في صوته وفي أغانيه. من أحد أعماله أنا القدس وما في حل إلا ترحل يا غزة تسلم يمينه وفي له كمان أعمال كثير. بدناش نطول عليكم نرحب بالفنان المبدع حسن سلطان. أهلا وسهلا فيك حبيبي. كيف حالك؟ الله يخليك. نورنا في كراسي وفي فقرة كراسي. تسلم يا رب. أنا اللي بتنور فيكم، أنتوا اللي منورين الشاشة. يا أهلا وسهلا. وهذا التلفزيون رائع صراحة، إحنا نفتخر فيه ونتمنى له يا رب إلى الأمام دائما. أهلا فيك دائما. تسلم. حسن مرحب فيك مرة ثانية. بدنا نسألك عن آخر أعمالك الفنية وتحضيراتك. مؤخرا خلصنا تسجيل عرس فلكلوري والحمد لله ربنا وفقنا وصورناه، صورناه مع تلفزيون فلسطيني وإن شاء الله يعني المفروض مع بداية الشهر الجاي ينزل على التلفزيونات وهيك. حلو. وقريبا إن شاء الله برضو في عمل وطني أردني خلصت كلام ولحنه أنا وغضون 10 أيام إن شاء الله حفوت على الاستوديو وإن شاء الله بنول إعجاب الناس. إن شاء الله. هل بتعتقد إنه الغناء الفلكلوري أو الشعبي الفلسطيني والأردني راح يتغلب بيوم الأيام على الألوان الغنائية الأخرى؟ هلا شوف أنا بتصور يعني أنا بجوز ما عمريش 100 سنة بس أنا بالوقت اللي عشته هذا لاحظت إنه لما كان موجود الفن الفلكلوري كثير كان الطربيات والأمور هاي شوي الناس مش مهتمة فيها. صح. بس كتير هديك طاغي الفلكلور طاغي أكتر. تمام. شوي صار تراجع الفلكلور طلع الطرب وطلع الفن المصري والأمور هاي. صح. تمام. غلب على الفلكلور رجع الفلكلور هاي الرجعة الثالثة اللي أنا عاصرتها يعني. رجع الفلكلور بقوة زي ما احنا شايفين هلا بالوقت هذا بس عماله الأمور بتخف شوي عم برجع. أنا بحس مشاهداته أصلاً الفلكلور والأغاني الشعبية على اليوتيوب بالملايين. خرافي. لأنه بقول لك الموج الثاني اللي موجة الطرب وموجة الشكل المصري والشكل اللبناني خفت بس اللبناني ظل موجود لأنه ماخذ الجهتين الفلكلوري وال شايف لك إياها بلشت تتراجع الأمور عشان يرجع يطلع الفن الطربي والهيك. والله أعلم أنا هيك حاسس يعني. طب بدنا نسمع شيء هيك زجل الحداي الفلسطيني هيك. بدي اسمع انا وانت. طب يلا انا معك. يلا نرتجل يعني بنحاول. يلا بنحاول معك. قناة الاردن اليوم وهي اهلي وناسي. قناة الاردن اليوم وهي اهلي وناسي. بدي حيي للجمهور لبرنامج كراسي. يا حلالي ويا مالي ويا حلالي ويا مالي. وحي الله بحسن سلطان رمز الكلمة والألحان. وحي الله بحسن سلطان رمز الكلمة والألحان. يسلم لي هذا الفنان يهلي فجر إحساسي. ويا حلالي ويا مالي ويا حلالي ويا ويا نابل سوجي تاوي. أيوة. الكم بهدل غناوي. أيوة. يا نبيل سوجي تاوي الكم بهدل غناوي. علي كل ليلي ناوي وتنغني أجمل ألحان. ويا حلالي ويا مالي ويا حلالي يا مالي. الله نبيل سهات القناوي. توقعت الرأي من شيء. لازم أضبط شيء. يلا أضبط. حبايبي والله نابل سوجيتاوي صدقا من أحلى الشباب. حبيبي فعلا بتنوروا التلفزيون لما بتطلع. يسعدك. سيد بدنا نسمع إشي هيك من أغانيك كمان تسمعنا للمشاهدين اللي عم بتابعوا. بحب من اللي ذكرهم اللي هو ما في حل إلا ترحل. طبعا إحنا هاي القضية قضيتنا. أكيد. رح نضل لآخر نفس رح نحكي عنها فقرة كراسي قاتل بهذا الصوت يعني اللي ربنا أعطانا إياه وإن شاء الله. وأكيد تحية لكل إخواننا الفلسطينيين اللي بتابعونا على الشاشات. تحية كثير كبيرة. وبما أنها يعني أحدث قضية اللي هي قضية القدس الآن اللي على الساحة فبنقول القدس انقالت ما زلت والقدس الأرض ما ذلت. القدس انقالت ما زلت والقدس الأرض ما ذلت. والأيد التن مد انشلت تطول الأم الحانونة. والأيد التن مد انشلت تطول الأم الحانونة. وغني غني غني
بس احنا غنينا من اغنيه غني يا جفرة على فكره، قلنا من ما في حل وغنينا من غني يا جفرة. اثنين حلوين. الله يسعدك. الله انت الحلوين. الله يسلم الصوت حسن. هلا صار وقت انكم تنتقل انت ومحمد على استوديو الكراسي، بس لازم تختار ثلاث كراسي من اصل ست كراسي. ذكروني فيهم. هلا كل كرسي له اسئلته، تمام؟ ست كراسي زي ما قال لك اسامه، بدك تختار ثلاث كراسي وتجاوب على اسئلته. تمام. عندك كرسي الدراسة، اختاروا هذا. حلو. تمام، حلو. وكرسي الذكريات، ماشي الحال. انت من اولها. وكرسي المسؤول، انسانة. وكرسي الاعتراف، وكرسي غيره. الشهرة. ايوه. وكرسي الطيارة. الشهرة، طيارة، اعتراف، مسؤول. مسؤول ايش هذا؟ اذا انا كنت مسؤول ولا بالضبط مثلا؟ بالضبط. في واحد طب ماشي مسؤول. مسؤول حفظتهم؟ انا ما حفظتهمش. مسؤول والدراسه ايش كمان؟ والذكريات. مسؤول، ذكريات، دراسه. طيب تمام. واكيد هيك مشاهدينا الفنان حسن سلطان ومحمد نابلسي حيكونوا على الكراسي اللي اختارهم حسن، خليكم معنا. يلا